فإحنا نناشد كل الخيرين والسيد رئيس الوزراء. طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تعاني من مرض في العمود الفقري. هذه العائلة فقدت طفلة قبل 5 أشهر بسبب نفس المرض. اليوم عائلة مريم تناشد الجميع لإنقاذ ابنتهم من الموت أو الشلل. أنا والد طفلة مريم يعقوب البالغة من العمر 3 سنوات. عندها انحراف بالعمود الفقري وعندها كتلة بظهرها رادلها تحليل أعصاب. وديناها تركيا سويناها عمليتين ورادلها بعد عملية ثالثة، والعملية الثالثة مكلفة رادلها 18 مليون وهذا المبلغ هواي، وإحنا يعني ما عندنا هذا المبلغ. فإحنا نناشد كل الخيرين والسيد رئيس الوزراء وكل الخيرين مساعدة مريم، لأن مريم يعني الانحراف لحد الآن جاي يضرب على 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 قلبها، وقالوا لازم تستعجلون بعمليتها وإحنا وضعيتنا تعبانة. وهي صارها 3 سنوات كلها من دكتور الدكتور من دكتور الدكتور، وبعد ما عدنا يعني نصرف عليها، وعدها فشل بكلياتها أما عدلها بعد يعني عملية، و ماكو ذاك الإمكانية اللي نوديها للهند، لأن قالوا عمليتها إلا بالهند، ورايد لها يعني مبلغ هواي، وإحنا هذا المبلغ ما نقدر، ما عندنا أحد يساعدنا. صار يعني 3 سنوات كلها من دكتور الدكتور من دكتور الدكتور. عندي هاي الطفلة من صارت لليوم هي بال يعني بالمستشفيات وبالدكاترة، عندها انحراف بالعمود الفقري. وديناها لتركيا، طلعون على حساب الصحة يعني على اللجان، سووها عمليتين بتركيا، عملية مال تحرير الأعصاب والعملية الثانية مال الفتحة. الفتحة نجحت وتحرير الأعصاب فشلت. من فشلت الأمعاء وفشلت سوت عدها توسع بالكلوم السداد بالحالب، وحاليا هسه عدها فشل بالمثانة، هسه يعني الخروج ما يطلع، الإدرار ما يطلع، سووا لها عملية مال تفويه يم دكتور اياد، وهاي وضعها وصعدها همين التشوه بالعظام. وانا قبلها همين يعني فقدت وحده طفله همين 5 أشهر توفت، همين مريضه، وهاي وضعيتنا وهاي حالتنا. وين ما وديها يقولون الا بالخارج، يلا هنا ما لها علاج نهائي، لان اذا هنا يلعبون بالحبل الشوكي اذا ما تموت تنشل. وقالوا كل ما تستعجلون بعمليتها افضل، لان كل ما حتى اصلا قالوا لا خليها تمشي، هي تمشي حاليا بس قالوا لا تخليها تمشي الدكاتره، لان من كل ما تمشي تنعوج العمود الفقري ده يضرب على الرئه. والحبل الشوكي عندها من الشطار وعندها الاعصاب، يعني شلون ايش قال مشتبكه، يراد لها عملية تحرير الأعصاب، وهاي العمليتين مكلفة حيل. يعني وهاي إحنا إمكانيتنا وهاي وضعنا، أبوها عامل نظافة، والله حد إحنا قبل فترة مودينها للدكتور على مود لندن تورم على مود كلياتها، شافها الدكتور يعني سوالها التحاليل وقال حولكم على المستشفى، لأن هاي الشايعة غالية مال الكلى. فسويناها هم ظلنا يوم ما نروح ونرجع، سويناها والصبغة مالتها اللي خلوا لها كانون، والله حتى وريد ما عندها، زرفوا وديها وبرجليها خلوا لها الكانون على مود الصبغه، يدفعوا لها الصبغه. فودينا الكل الشايع 3، قال ما واضحات الشايع، لازم تسوون على حسابكم، انطانا ورقه هسه يعني موجوده، حولنا على الخاص، قال لازم تسوون لهذن الشايع حتى لو غاليات. اسمع اي والله، وهاي حالتنا وهاي وضعنا احنا، حالتنا تعبانه. ناشد رئيس الوزراء، وزير الصحه، الحلبوسي، اي واحد، مقتدى الصدر، اي واحد يقدر يساعدنا، ولكم الاجر ان شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. هاي الطفله بتكم، اعتبروها بتكم. هذه الطفله مريم اللي بعمر الورد اليوم لا تعاني من اللي شفته. نتمنى من اي احد يرغب بمساعدتها هذا رقم الهاتف، نوصلكم بعائلتها، وممكن ان تقدمون المساعده الممكنه حتى بلكي ننقذ حياتها. عمرها 3 سنين، ان شاء الله نقدر نساعد بشيء وينكتب لها عمر جديد.